زايد بتمريره الى فرناندو، فرناندو نقله وسط الملعب لكولي، كوليبالي حلوه التمريره الى علي مبخوت. يا لعيب يا سلام يا علي يا حبيبي يا علي، علي مبخوت رمزا للوفاء، رمزا للوفاء، يسجل اولا، يتقدم اولا، وفخر ابوظبي بعد السيطرة واستحواذ ومتعة، متعة متعة يقدمها نادي الجزيرة. هذا علي مبخوت لؤلؤة الإمارات الذهبية، يسجل ويرفع رصيده إلى 209 هدف، 209 هدف. هذا اللي يترك بصمة خالدة، يترك بصمة خالدة، راح يتعب كل من يأتي بعده. هذه الكرة صنقور هو اللي كسر التسلل، صنقور كسر التسلل، وعلي مبخوت يكسر التعادل، يكسر التعادل، لكن تمريرة كولي، كوليبالي رايع، والإنهاء جميل. لعيب يا علي، لعيب، لعيب يا علي، علي مبخوت بمراوغة رائعة وبإنهاء جميل، الكرة راحت في الشباك. فخر أبو ظبي يبدأ متعة، يتقدم علي ولا شامبيه يتصدى لها. الجزيرة والثاني، الجزيرة والثاني، يا حبيبي يا علي، علي مبخوت يسجل الثاني ويتقدم بالجزيرة مرة أخرى. نعم دائما في سمانا تلوح دوما نجوم براقة، لا يخفت بريقة عنا لحظة واحدة، نترقب إضاءتها بقلوب والهانة. هذا واحد منهم، هذا واحد منهم اللي نسعد بلمعانه في دورينا، في دورينا، في كل موسم يظهر، في كل موسم يتألق، في كل موسم يحطم أرقامه ويسجل أرقام يصعب فيها المهمة على من يخلفه، يصعب فيها المهمة على من يأتي بعده. علي مبخوت يسجل الآن الجوهرة الجزروية، هدف ثاني من نقطة الجزاء، وضعها في شباك شامبيه، سجل الثاني، وثنائية لمبخوت، ثنائية لمبخوت، يصل إلى 210 هدف، إلى 210 هدف في تاريخ علي مبخوت. وضع الكرة صعبة على حارس المرمى، في اللقطة الماضية سجل الهدف الأول. محاولة في وسط الملعب لمصلحة اللعبة، غوساو تستيتو يا حبيبي، الكولومبي كيفن أغوديلو، كيفن أغوديلو يعود بالعميد، يقلص الفارق، والعميد بتسديدة من الكولومبي راحت صاروخية صعبة على حارس المرمى. كيفن أندريس أغوديلو يسجل التقليص ويفتتح مشوار التهديفي ويسجل حضوره في هذه المباراة. كيفن أغوديلو في تحليل نفس المساحة، واحدة أطلقها، راحت الكرة في زاوية صعبة على حارس المرمى، راحت لتقلص الفارق لنادي النصر، تقلص الفارق للعميد اللي يسجل ويعيد أمانه من جديد. عمر تراوري نقلة في وسط الملعب، محاولة هجمة عكسية مرتدة جزروية، لعب الكرة الآن لكيمانو بنقلة إلى أليخاندرو بوسيلو، وبوسيلو خلصها. الإسباني اللافوريا روخا، الغضب الأحمر لا، هو الغضب أبيض اليوم، غضب أبيض اليوم. الجزراوي بالثلاثة يضرب بيد من حديد ويتقدم على العميد بثلاثية، ثلاثية. أليخاندرو يسجل الإسباني هدفه الأول ويفتتح مشوار التهديفي الإسباني في شباك نادي النصر. أصبحت النتيجة ثلاثة، هجمة عكسية مرتدة، كيمانو لعب الكرة ممتازة إلى أليخاندرو، وأليخاندرو بوسيلو سددها، راحت في الشباك، لا اللي لعبها عبد الله إدريس، اللي لعبها عبد الله إدريس وليس كيمانو، عبد الله إدريس هو من يصنع، وأليخاندرو بوسيلو يسجل في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. الوافد الجديد سعيد بهذه البداية وسعيد أكيد بهذا الحضور الجميل.